فيلمنا بيبدأ مع بنت اسمها تيسا وهي بتجمع عزالة عشان تعزل وتسكن في جامعتها الجديدة في كيمبرلي، وبيساعدها ان هو حبيبها وامها وبيوصلوها بالعربية للجامعة. ولما بيدخلوا الأوضة تيسا بيشوفوا رفيقة السكن ستيف مع صاحبتها تريستن، وبتتعرف البنات على بعض، وبتفضل ستيف تتصرف زي المراهقين وبتشرب مخدرات قدام أم تيسا، وبتبقى ريحة الأوضة وحشة وبتتعصب أم تيسا وبتقرر انها تنقل بنتها لأوضة تانية. ولكن تيسا بتطلب من امها انها تثق فيها وان مفيش حاجة هتحصل تخليها تنسى انها تسعى لتحقيق اهدافها، وبتوافق الام وبتودع بنتها وبيودعها نوى حبيبها كمان، وبيمشوا وبيسيبوها لوحدها. وبترجع تيسا لاوضتها وبتقول لستيف ان امها بس بتخاف عليها بزياده، ولما بتعرض عليها ستيف المخدرات بترفض تيسا وبتقول لها ان نوى اللي هي شافته هو حبيبها وانه اصغر منها ولسه في ثالثه ثانوي. فبتروح ستيف تقضي وقتها مع صاحبتها وبتلاحظ ان تيسا جابت معاها كتب كتير. وبالليل بتتكلم تيسا مع نوى قبل ما تنام، ولما بتصحى بتلبس هدومها وبتستعد لاول حصه اقتصاد ليها في الجامعه، وقدام الفصل بتقابل طالب اسمه لندن وبتلاحظ ان الباب مقفول وبيطلع انهم وصلوا بدري جدا. وبعد دقايق بيدخلوا للفصل وبيقعدوا جنب بعض وبيتعرفوا على بعض لحد ما تبدا الحصه. ولما بتخلص تيسا محاضراتها بتروح للحمامات وبتستحمى، بس هدومها بتقع على الارض وبتتبل، فبتلف المنشفه حوالينها وبتروح لاوضتها عشان تجيب هدوم ناشفه تلبسها. ولكنها بتتفاجئ لما بتشوف طالب اسمه هاردن بيقرا كتابها في اوضتها، ولما بتطلب منه انه يمشي عشان تلبس هدومها بيقول لها انه مش هيبص عليها وبيفضل قاعد. وبتتدخل ستيف واللي بتكون هي صاحبه هاردن، وبتطلب من تيسا انها تخرج معاها بالليل، بس تيسا بترفض. ولما بيستعد هاردن وستيف عشان يتحركوا بيرجع هاردن الكتاب اللي بيقراه لتيسا وبيحرق عليها الاحداث، ولكنه ما بيبقاش عارف ان تيسا خلصت قرايه الكتاب ده قبل كده. وفي تاني يوم بتذاكر تيسا في الكافيتيريا وبتشوف هاردن وهو داخل المكان مع اصحابه، وبيفضل هاردن وتيسا يبصوا على بعض من بعيد ولكنهم ما بيقولوش كلمه لبعض. وبتروح تيسا للمكتبه عشان تذاكر هناك، وبتقاطعها ستيف عن المذاكره وبتعزمها على حفله بالليل وبتقول انها مش هتقبل الرفض تاني. وبيروح الاثنين الحفله وبتعرف ستيف تيسا على اصحابها واللي منهم هاردن، وبيقعدوا معاهم وواحده منهم اسمها مولي بتتريق على فستان تيسا المحتشم، وبيخلي واحد منهم اسمه جيس تيسا تشرب كحول لاول مره. وبتلعب مولي صراحه او تحدي مع المجموعه، وبتبدا مع تيسا اللي بتطلب الصراحه. ولما بتسالها مولي انها عملت علاقه قبل كده ولا لا، ما بترضاش تيسا انها ترد على السؤال وبتطلب التحدي، فبيتحداها جيس انها تبوس هاردن. ولما بيقرب منها بتتضايق تيسا وبتقول انها مش عايزه تلعب معاهم اللعبه دي، وبتسيب تيسا المجموعه وبتتصل على نوا واللي بيتضايق لما بيعرف انها في حفله وكمان سكرانه، فبتنهي تيسا المكالمه وبتتمشى في الجامعه. وبتدخل لاوضه مليانه كتب وروايات، ولما بتلتفت حواليها بتشوف هاردن وهو بيسالها هي بتعمل في اوضته، وبيقرب هاردن منها وهو بيقول جمل من الكتاب اللي تيسا ماسكاه، وبيهمس في ودانها انه لسه عنده ليها تحدي من اللعبه. وبتتضايق تيسا من الموقف وبتمشي من المكان وبتروح تنام وما بتتصلش على نوا. وفي تاني يوم بتروح تيسا لحصه الادب الانجليزي وبتقابل لندن هناك في الفصل، وبيبقى الاثنين باين عليهم انهم بقوا اصحاب جدا. وبتبدا الحصه وبتتكلم المدرسه عن روايه رومانسيه وبتتناقش فيها مع الطلاب، ولما بيقول هاردن رايه عن الروايه بتعترض تيسا على رايه وبتتناقش معاه قدام الطلاب. وبعد الحصه بيقولها هاردن ان المناقشه اللي كانت ما بينهم كانت شيقه جدا، وبتتضايق تيسا من انه دايما بيحاول يقرب منها، وبتقوله انها مرتبطه وان مفيش حاجه حصلت ما بينها وما بين هاردن الليله اللي فاتت في الحفله، بس هاردن بيعرف انه يتصرف وما يحرجش نفسه وبيقول لها انه كان بس بيتكلم معاها عن الحصه، وبيمشي وبيسيب تيسا متعصبه من قد ايه هو شايف نفسه. وبيقول لها لندن ان هاردن بيتعامل كده بطبيعته مع كل الناس، وبيقولوا ان امه مرتبطه بابو هاردن، بالتالي لندن وهاردن يعتبروا قرايب. وبالليل بتروح ستيف وتيسا لصالون الرسم بتاع الوشوم اللي جيس شغال فيه، وبتقول تيسا ان امها مسيطره على حياتها وبتخطط لجواز تيسا من نوا من وقت ما كان عندهم 5 سنين، وبيبقى تيسا ما ارتبطتش في حياتها غير بنوا. وبترجع تيسا لاوضتها مع ستيف وبتنام. وفي تاني يوم لما بتروح تيسا تشتري قهوه بيقرب هاردن منها وبيقول لها انهم يبتدوا مع بعض بدايه جديده بسبب انها بتتجاهله، وبيقول لها انه عايز يوري لها مكان، وبتقول له ان من الافضل لو كان كل واحد يلزم مسافته عن التاني. فبيتصرف هاردن وما بيحرجش نفسه وبيرجع خطوه لورا كانه محافظ على بعد المسافه، ولما بتتحرك تيسا عشان تخرج من المكان بتقف في مكانها وبتقرر انها تدي فرصه لهاردن، وبتركب معاه في عربيته وبيوصلها لبحيره في الغابه، وبيخلع هاردن التيشيرت اللي لابسه وبينط في البحيره وبيقول لتيسا انها تنضم له في الميه، وبيخليها تلبس التيشيرت بتاعه عشان تيسا ما تحسش بالخجل، وبيدي لها هاردن ظهره وبتلبس تيسا التيشيرت وبتنط في الميه. وبعد لحظات وهم عايمين في البحيره بتساله تيسا هو بيحب مين اكتر حد في حياته، وبيرد عليها وبيقول انه بيحب نفسه. ولما بيسالها عن حبيبها بتقول له انها مرتبطه بطالب في ثالثه ثانوي اصغر منها. ولما بيشوف هاردن تيسا وهي بتعوم بيبدا انه يقع في حبها، وبيقرب منها وبيقول لها انهم مش هينفعوا يكونوا بس مجرد اصحاب. ولما بيخرجوا من البحيره بيدي لها هاردن ظهره عشان تيسا تغير هدومها، وبتبقى معجبه بيه وبتمسك ايده. وبيروح الاثنين لبار وبيقعدوا مع بعض وبيتكلموا وهما بياكلوا. ولما بتساله تيسا عن ماضيه بيقول لها انه مش عايز يجاوب على سؤالها لان ماضي الانسان مش دايما بيظهر هيئته. فبتساله طب هو ليه عنده كل الروايات الرومانسيه الكتيره دي لو هو ما بيؤمنش بالحب؟ بس مولي وواحد صاحبهم اسمه زيد بيدخلوا عليهم وبيقطعوهم وبيقعدوا معاهم، وبيبقى هاردن متضايق من حاجه وبيبقى عايز يمشي من المكان مع تيسا،
وبتطلب منه مولي انهم يتكلموا على انفراد، وبيطلب هاردن من تيسا انها تسيبهم مع بعض لوحدهم دقيقه. ولما بيخلص هاردن كلامه مع اصحابه بيروح لتيسا وبيتكلم معاها بوقاحه وبيقول لها انه مش بيرتبط، وبتضايق تيسا من معاملته وكلامه معاها وبتمشي وهي حزينه. وبتحلم تيسا بهاردن وهي نايمه، ولما بتصحى من النوم بتستعد ليومها وبتخرج من اوضتها، وبتتفاجئ لما بتشوف نوا في الجامعه ومستنيها ومعاه ورد. وبالليل بيروح الاثنين مع بعض الحفله الصغيره حوالين نار المخيم، وبيبقى هاردن موجود هناك وبيبان عليه انه متضايق ومش مستمتع بوقته. وبتخليهم مولي يلعبوا مع بعض لعب بورقه الكوتشينه، وبيمرروا لبعض الورقه ببقهم، ولكن جيس بيوقع الورقه من على الارض لما بيجي عليه الدور عشان يبوس تيسا، وبيحاول نوا انه يمنعه، وفجاه بيتدخل هاردن وبيضرب جيس وبيتخانق الاثنين مع بعض لحد ما بيفصلهم اصحابهم عن بعض. وفي منتصف الليل لما بيبات نوا مع تيسا في اوضتها بيتصل عليها لندن، وبتروح تيسا لبيته عشان تعرف في ايه اللي حصل، وبتلاقي البيت في حاله فوضى. وبيقول لها لندن ان هاردن هو اللي عمل كده، وهو بيقول اسم ابوه واسم تيسا. وبتروح تيسا لهاردن وبتلاقيه بيشرب كحول جنب حمام السباحه وهو مكتئب، رغم انه عاده ما بيشربش كحول. وبيقول لها هاردن انه مكتئب بسبب ان ابوه هيتجوز قريب، وان امه عايشه في حاله فقر في مدينه لندن. ولما بتطلب تيسا منه انه يبطل شرب كحول بيرمي هاردن الازاز على الارض وبتتكسر. وبتحاول تيسا انها تلم قطع الازاز من على الارض ولكنها بتتعور في ايدها. وبيقلق هاردن عليها وبيدخلها جوه البيت وبيعالج لها جرحها، وبتساله هو احساسه عامل ازاي وهو ما بيرتبطش باي حد. فبيقول لها انه ما بقاش كده من دلوقتي، وبيقول ان ما حدش فاهمه، وبتقوله تيسا ان هي كمان ما حدش فاهمها. وبتنام تيسا في بيت هاردن، ولما بتصحى من النوم الصبح بترجع تاني لاوضتها في الجامعه، وبتلاحظ ان نوا اتصل عليها كتير وهي نايمه، وبتلاقيه مستنيها برا الجامعه بقاله كتير. ولما بيشوف نوا هاردن بيعرف ان تيسا خانته معاه، فبيضايق نوا وبيحس بالاحباط وبيرجع للبيت وهو مكسور. وفي تاني يوم بتبقى تيسا حاسه بالذنب على اللي عملته بخصوص نوا، وكمان انه قال لامها على اللي حصل وخلاها متضايقه من تيسا. وبالليل بتروح تيسا لهاردن عشان تشوفه، وبيقعدوا مع بعض على السطح، وبتحكي له عن ابوها اللي ساب امها لما تيسا كان عندها 10 سنين وما ساب لهمش اي فلوس يصرفوا منها، ووقتها امها كانت منهاره والوحيد اللي كان واقف جنب تيسا هو نوا. وبتقول ان نوا بالنسبه لها هو صديقها المفضل، لكن هاردن في مقام اكبر من نوا بكتير. وبعد اللي قالته تيسا بتبدا علاقه الارتباط ما بين هاردن وتيسا. وبعد ايام بيستخبى هاردن وتيسا في المكتبه بعد لما بتقفل عشان يعرفوا يقروا كتب وروايات بحريه مع بعض، وبيبقوا قاعدين مع بعض في سلام لحد ما بيشوفهم حارس الامن وبيجري وراهم وهما بيضحكوا ماسكين ايد بعض. وبتعدي الايام وبتبقى العلاقه ما بين الاثنين اقوى بكتير. وفي يوم وهما مع بعض في اوضه تيسا بتدخل عليهم ام تيسا فجاه وبتشوفهم وبتتعصب لانها فاكره ان تيسا ما بتحضرش حصصها وبتقضي وقتها مع هاردن، ولكن تيسا بتتكلم معاها على انفراد بره الاوضه، وبتقول لها انها زهقت من سيطره امها على حياتها، وبتقول لها انها عايزه تعيش الحياه اللي هي تختارها، وانها اسفه ان حياه امها ما مشيتش على احسن حاجه، بس دي حياه تيسا الخاصه. وبتتاثر الام وبتقول لبنتها انها لو مشيت من الجامعه دلوقتي هتقطع علاقتها بتيسا، بس تيسا ما بتاخدش اي رد فعل وبتسيب امها تمشي وهي محبطه قبل ما تقول لها امها ان حبيبها هيكسر قلبها. وفي تاني يوم بيعمل هاردن مفاجاه لحبيبته وبيوري لها الشقه الجديده اللي هو اشتراها، وبيطلب منها انها تعزل وتعيش معاه، وبتبقى تيسا فرحانه جدا وبتوافق. وبتعدي الايام وبيعيش الاثنين مع بعض اجمل ايام حياتهم. وفي مره وهم في حديقه الاسماك بيقول لها هاردن انه مش مصدق ان تيسا اخيرا بقت ليه، وبيقول لها انه ما يستحقهاش من كتر ما هي غاليه. فبترد عليه تيسا وهي بتقول ان مفيش حاجه ممكن تغير احساسها تجاهه. وفي يوم من الايام بتلبس تيسا فستان جميل وبتروح مع هاردن لزفاف ابوه، وهناك بيقابلوا لندن وامه وابو هاردن وبيسلموا على بعض. ولما بتسال العروسه تيسا لو هي متخصصه في الادب الانجليزي، بتقول لها تيسا ان ده كان نفسها فيه، ولكن عشان تتعين كان لازم انها تختار تخصص الاقتصاد. وبيقول لها ابو هاردن لو هي مهتمه بالادب الانجليزي هو يعرف صاحب ليه عنده شركه نشر اسمها فانس، وان تيسا ممكن تشتغل هناك. وبعد لحظات بيقول ابو هاردن كلمه بخصوص زفافه ومراته الجديده وابنها لندن، وبيقول هاردن لتيسا ان ابوه عمره ما هيتغير، وبيحكي لها قصته لما كان عنده 8 سنين، وهي ان ابوه كان دايما بيبقى سكران، وفي مره اتخانق مع الناس الغلط واللي راحوا لبيت هاردن عشان ينتقموا من ابوه، ولكنهم ما لقوهوش ولقوا هاردن وهو طفل وامه الخايفه، وانتقموا من ابوه في امه اللي ما كانتش عارفه تدافع عن نفسها. وبتحس تيسا بالاسى تجاهه وبتخفف عنه، وبيقوموا يرقصوا مع بعض، وبيرجع الاثنين مع بعض لشقتهم وبيناموا. وفي تاني يوم بتشك مولي في تيسا وبتبعت لها رساله ان هاردن مخبي عليها سر خطير، ولما بتسال تيسا حبيبها عن السر بيطلب منها انها تثق فيه، وبيروح يقابل مولي واصحابهم في البار. وبيتاخر هاردن وبتيجي لتيسا رساله من جيس بيقول فيها انه هيخليها تعرف هاردن فين، ولما بتقابل تيسا جيس بيخليها تعرف ان هاردن في البار. وبتروح تيسا للبار وبتقابل اصحابهم وبتقول لهم انها عايشه مع هاردن وانهم بيحبوا بعض. ولما بيظهر هاردن بيبان عليه انه متضايق من حاجه، وبتتصرف مولي بطريقه غريبه، وبتتعصب تيسا وبتساله في ايه ما بينه وبين مولي، ولما بيقول لها ان مفيش حاجه بتوري لها مولي فيديو تسجل لما كانوا بيلعبوا صراحه او تحدي في اول مره اتقابلوا فيها. وبيطلع ان لما هاردن اترفض من تيسا اتحدى اصحابه انه هيخليها تقع في حبه وانه هيكسر قلبها بعدها. وبتتصدم تيسا وبتبقى مش عارفه تصدق اللي بيحصل، وبتسال ستيف لو ده حقيقي، بس ستيف ما بتردش، وبتعرف تيسا ان ده فعلا زي ما هي فاكره، وبتعيط لما بتعرف ان
الانسان اللي هي بتحبه كان بيلعب بيها طول الوقت اللي فات. وبتخرج تيسا من البار وبيجي هاردن وراها وبيحاول انه يفسر اللي حصل، وبيقول لها ان ده كان حقيقه ولكنه حبها بجد بعد لما عرفها كويس. بس تيسا ما بتصدقهوش، ولما بيفكرها انها قالت له ان مفيش حاجه ممكن تحصل تخلي احساسها يتغير تجاهه، بتقوله انها كانت بتكذب عليه زي ما هو كان بيكذب عليها. وبتتمشى تيسا وبتسافر لبيتها وبتقابل امها وبتتصالح معاها، وبتروح تعتذر لنوا وبتقابله وبيتفقوا انهم يفضلوا صحاب. وبعد ايام بترجع تيسا تاني للجامعه وبتقرر انها تغير اختصاصها من اقتصاد لادب انجليزي، وكمان بتقدم عشان تشتغل في شركه فانس عن طريق الايميل، وبيبقوا عايزين يعملوا معاها مقابله عمل. وفي اخر يوم ليها في الفصل الدراسي بتدي لها الدكتوره ظرف من هاردن، وبتفتح تيسا الظرف وبتلاقي صوره البحيره ورساله من هاردن، واللي مكتوب فيها انه ما كانش بيؤمن بالحب لحد ما قابل تيسا وانها غيرت حياته وخرجته من الضلمه، وبيقول انه اسف وبيطلب منها انها تسامحه، وانها لما سالته هو بيحب مين اكتر حد في حياته الاجابه الحقيقيه كانت تيسا. وبيروح هاردن للبحيره فبيلاقي تيسا هناك ومعها الرساله. الفيديو ده كتبه كريم اشرف وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.